أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التبرك بالصالحين بأن يجلس معهم لكي تناله مغفرة الله له بسببهم؟ هذا ما يسمى تبرك، هذا لا يسمى تبرك، وإنما يسمى صحبة، صحبة الصالحين ومرافقة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا يسمى مرافقة للصالحين ومجالسة للصالحين لينالوا ما ينالهم، وإذا نزلت عليهم الرحمة تعمهم، هم كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما التبرك لا، هذا ما يجوز إلا بأسماء الله وبصفاته. التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسمه كالعرق والريق والثياب والشعر، هذا وارد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، أما غيره فلا يتبرك به. ما تبرك الناس بأبي بكر مع أنه أكرم الأمة وأصلح الأمة وأعظم الأمة، ما تبركوا به، ولا بعمر ولا بعلي بعثمان ولا بعلي. التبرك بالأشخاص هذا أمر لا يجوز إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم.